مستمرين ديال لا فيزيبيليتي دان اوبجي اللي فيهم اللي هضرنا فيهم على لو فينومين ديال لا ريفراكسيون ديال لا ريفليكسيون. دونك مثلا عندنا هاد ليكزارسيس هنا، دونك انا غنشوفو جوج ديال الانواع ديال ليكزارسيس. مثلا هذا غتلاحظوا هنا عطاكم واحد الشكل، عندنا هنا عندنا جوج ديال لي ميليو ديفيرون. دونك عندنا لو فينومين دو ريفراكسيون ديال الانكسار اللي قلنا كيجينا واحد لو غيون ابري كيبدل شويه لا ديريكسيون ديالو، سواء يطلع سواء ينزل، المهم ما غيمشيش هكذا ديريكت. الو هنا شنو عطاونا في التمرين؟ تلاحظوا في الشكل بلي عطاوكم هذه الزاويه هذه وسموها الفا، عطاوكم 40 دوغري. هنا بيتا ما عطاوها لكمش، الو بيتا هاد لونغل دانسيدونس راها انكونو. الو بالنسبه لي دوني ديال ليكزارسيس عطاونا ان 1 كتساوي 1 ياك، وعطاونا ان 2 ايغال 1.33. شنو هي هاد ان 1 وان 2؟ الو قلنا هاد ان هذا كيعني لانديس دو ريفراكسيون، معامل الانكسار كيكون خاص بكل وسط. هاد ان 2 اللي كيساوي 1.33 كيكون ديال لو، دائما لانديس دو ريفراكسيون ديال الماء ما كيتبدلش، دائما كيساوي 1.33. وبالنسبه هذا اللي كيساوي 1 معروف كيكون ديال لير. والثالث اللي كنخدموا به كيكون 1.5، هنا راني ما عطيتش واش كيكون ديال لو فير ديال الزاج. المهم هادو كيكونوا دي فالور كونستانت بالنسبه لو ميليو، يعني دائما لو عنده مثلا 1.33 وما كنحفظهمش، يعني كيكونوا بحال هكا دو دوني في ليكزارسيس. الوغ هنايا شنو اول سؤال مثلا؟ انونسي لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون. تفكروا دوك شنو هو لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون؟ بصفه عامه كيقول لنا ان 1 فوا سينوس اي 1 ايغال ان 2 فوا سينوس اي 2. يعني لانديس دو ريفراكسيون ديال لو ميليو 1، فينا هو لو ميليو 1؟ دائما لو ميليو 1 هذا اللي كيكون هنا، هذا هو لو ميليو 1 اللي كيكون الفوق، ها هو غندير هنايا ان 1، وهذا اللي كيكون هنايا لتحت كيتسمى ميليو 2. الوغ كيقول لنا ان 1 ديال لو ميليو 1 سينوس تاع هاد الزاويه هادي اي 1 كتساوي ان 2 فوا سينوس اي 2، هادي اللي سماوه هنايا الفا. الوغ هنا السؤال الثاني قال كالكيو لونغل دانسيدونس بيتا. دونك هنا نورمالمون حنايا هاد اي 1 هي اللي كنا كنسميوها اونغل دانسيدونس، وهاد ان 2 اونغل دو ريفراكسيون. هنا بدلوا لهم السماوات اولا الرموز ماشي مشكل. دونك غادي نمشيو على حسب هادشي اللي قالوا لنا. الوغ غادي نحاولوا نسقطوا هاد لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون على هاد لي زونغل اللي عطاونا. شنو غادي يولي هاد لا دوزيام لوا؟ نكتبوه بعدا، غيولي لنا هو ان 1 فوا سينوس. شنو هي اي 1 دابا؟ شنو هي لونغل دانسيدونس اي 1 على حسب الشكل اللي عطاونا سماوها اولا رمزوا لها بيتا. الوغ فوا سينوس بيتا شنو كتساوي؟ كتساوي ان 2 فوا سينوس الفا. نبغي غير عاود تكتب هاد لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون بطريقه مختلفه. الوغ لا كيسيون هي خصني نحسب هاد لونغل دانسيدونس، هاد زاويه الورود بيتا. شنو غادي نديرو؟ حساب عادي، غادي نجي نخرج، حيت راه ما يمكنش ديريكتومون نخرج انا الزاويه، ما عمركم ما تخرجوا ديريكتومون الزاويه، دائما سوا تخرجوا لها السين سوا الكوس سوا التونجونت، عاد منها كتفوتوا القيمه تاع الزاويه. الوغ غادي نخرج في الاول سينوس بيتا. شنو هي سينوس بيتا؟ دونك هي ان 2 هادي مضروبه في سينوس الفا على ان 1. الوغ هي ان 2 فوا سينوس الفا سور بيتا. صافي غادي نعوض، راه كلشي عندي. دونك ايغال غادي نعوض، شحال عطاوني ان 2؟ ها هي عطاوني 1.33. شحال عطاوني؟ دونك هادي سي الفا، شحال عطاوني الفا؟ عطاوني على حسب الشكل ها هي 40 دوغري، دونك فوا سينوس 40 هكا. كاين اللي شحال التلامذه كاين اللي كيجي يكتب هو كاتب هنا سينوس الفا، كيجي هنا كيضرب في 40 ديريكتومون، ها سينوس كيطير، راه ما يمكنش نحيد سينوس. واش سينوس 40 هي 40؟ عندي سينوس نخلي سينوس، شكون اللي كتساوي 40؟ راه غير الفا. الفا هذا الرمز هذا كيتسمى الفا، الفا بوحدها هذه هي اللي كتساوي 40، دونك خص تولي عندي سينوس 40. نقسموها على ماشي بيطا، هنايا غلطت، ماشي بيطا، على ان 1 ياك، كانت عندي ان 1 هنا، ها هي اللي مضروبه في سينوس بيطا. الوغ شنو هي هاد ان 1 هادي؟ على حسب التمرين عطاوني هي 1 ياك. غادي ندير الكالكول عادي، دونك انا راني ديجا درت الحساب، غادي تخرج لي 0.85، 0.85. الوغ شنو هي اللي كتساوي 0.85؟ ماشي بيطا هادي، شكون هي؟ راها سينوس بيطا، هادي اللي حسبتها هنايا، سينوس ديال بيتا هي كتساوي 0.85. السؤال كاين اللي حسب لي بيتا ماشي سينوس، شنو كنديرو هنا؟ كنديرو سينوس موان زان، بمعنى انا بغيت بيتا ياك، وانا عندي سينوس بيتا، شنو كنديرو؟ شنو هي هاد الزاويه بيتا؟ الزاويه بيتا هي سينوس على بيسونس موان زان، بحال اس، سينوس اس ناقص 1 تاع هاد القيمه 0.85. وهادي غادي ديروها في كالكولاتريس، وانا لقيتها انا هنايا خرجت لي 58.21 دوغري. نلاحظوا بلي ما درتش لينيتي، سين ولا بيتا ولا طونجونس ما عندهمش لينيتي، ولكن لونغل عندها اونيتي. هنا كنخدموا بالدوغري، كاين الراديان ماشي حنا ما كنخدموش بها، انا كنخدمو غير بالدوغري. الوغ كي درنا لهادي، ملي كتكون عندك سين ولا كوس ولا طونجونس كتبغي تلقى هاد الزاويه هادي بالضبط، الوغ الا كانت عندك سين غدير سينوس موان زان هاد القيمه اللي لقيت من حسب السينوس ديالها، الا كانت عندك كوس غدير كوس موان زان، كانت طونجونس دير طونجونس موان زان. الوغ شنو كنديرو هنا في كالكولاتريس؟ هنايا شوفوا هنا شنو عندنا نورمالمون، ملي نشوفو هاد لي توش هنا، ها هي عندنا سين كوس طونجونس.
الا بغيت انا غير القيمه العاديه نتاع السينوس فهادشي علاه الا بغيت انا غير القيمه العاديه نتاع السينوس غنعطي في السينوس. دونك مثلا نجربوا هذه شنو كانت عندنا 1.33 في سينوس 40 على 1 الو غادي نديروا 1.33 في سينوس هنا دوك غادي نديروا السينوس تلاحظوا هنا بلي كيحل لي هذا القوس غندير الزاويه 40 ها هي 40 وغادي نبلع القوس ها هي الو شنو غادي نديروا هنايا غادي نديروا ايغال دونك اون فوا نديروا ايغال ها هي عطاتني هذه القيمه هذه اللي كتبتها انا هنايا 0.85 دونك شنو هي 0.85 فيها بزاف انا خديت غير جوج ارقام منفصله الو 0.85 هي السينوس دابا انا بغيت بيتا شنو كنديروا في كالكولاتريس شوفوا هنايا فوق السينوس وفوق كوس وفوق طونجونت غتلقاو عندنا ها هي هذه اللي كنت نهضر عليها طونجونت على بويسونس موانزا كوس موانزا وسين موانزا الوغ باش يتكتبوا لي هادو الا كتبت غير هكا ديريكتومون سين تكتب ليها سينوس بصح الا بغيت مثلا تكتب لي سينوس موانزا شنو غادي ندير غادي نوطا في شيفت ها هي شيفت عاد نجي نوطا في سينوس علاش حيت ها هي هاد سينوس موانزا مكتوبه بالصفر وانا عندي هادي بالصفر لو كان باغ اكزومبل كنت باغي نستعمل هاد الحرف او اللي مكتوب بالاحمر كنت غادي نوطا في الفا صافي دونك حنا ديما كنديرو شيفت عاد كنوطا في سينوس الوغ هنا هو عطاك سينوس موانزا شنو غادي ندير غادي ندير هاد القيمه اللي لقيتها هنا اللي هي 0.85 ها هي غنديرو 0.85 دائما هو كيحل لك القوس الوغ هنا كنكملو كنبلعو نديرو ايغال ها هي 58.21 هي هادي اللي لقيت صافي دونك بهاد الطريقه كنتعاملو لا سوا مع سين ولا كوس ولا طونجونت دائما راني كناخد انا جوج ارقام منفصله دونك 58.21 وهنا ضروري خصني ندير لينيتي علاش حيت هادي اللي خرجتها راها زاويه ماشي كيما قبيله سين ولا كوس ولا طونجونت ما عندهمش اني دونك هادي هي لا فالور اللي خرجت ليها بيض الوغ راني جاوبت على هاد السؤال السؤال اللي موراه كيقول لك ديسيني ضروري ما يقول لك رسم ديسيني لو تراجي دو غيون انسيدون سور سو شيما او لي شيما كيقول كومبليتي لو تراجي دونك هنايا انت عطاك هاد لو غيون هذا اللي قلنا كنسميوه عندنا لو فينومين ديال ريفراكسيون الوغ هاد لو غيون كيتسمى لو غيون ريفراكتي دونك شنو خصنا حنا نديرو خصنا نديرو لو غيون انسيدون انسيدون غيكون هنا حنا عارفين غيجي داخل بحال هكا ولكن خصو يدخل بواحد الزاويه معينه شنو هي الزاويه هادي هي البيضه هادي اللي حسبناها هي هادي لقينا 58.21 الوغ هنا غادي نحتاجو نص دائره كي غادي نديرو حنا عارفين بلي هاد الزاويه هادي هاد بيطا ولا هاد الفا قلنا في الكور كتكون اونتر كوا اي كوا كتكون ما بين هذا اللي كنا درناه بخط متقطع وسميناه لا نورمال وغادي تكون يعني فهاد الجهه هادي دونك كي غادي نديرو غتاخدو الزيرو هنا هكا تاخدو المنقل هكا فيرتيكال ماشي اوريزونتال هكا دونك هاد لو ميليو كيكون عندكم واحد الدائره في الوسط تجي مع هاد التقاطع نتا هاد المستقيمين هكا الوغ هنا نهودو شويه هكا دونك هنا عندي الزيرو فين هو الزيرو هنا دائما المنقلات تلقاو لحدو فيها جوج ديال الارقام حنا ما كيهموناش هادو غنديرها مقلوبه غنديرو لها هكا ها هي الوغ هنا عندنا الفوق عندنا 0.180 حنا ما عندنا ما نديرو ب180 غنبداو نحسبو بالان يعني بالزيرو هكا دونك عندي زيرو شحال قلنا خصنا تكون فيها بيطا ها هي 58.21 دونك هنايا غتلاحظوا عندي زيرو ما نبديش ب180 نبدي بالزيرو عندي زيرو 10 20 30 40 ها 50 الوغ هادي 55 دونك 58 خصها تكون قبل هنايا بواحد جوج فاصله 21 دونك ماشي شي فرق كبير مع اصلا متقاربين المهم هنا شويه 58 واحد قبل جوج شرطات من 60 تقريبا هنايا الوغ شنو غادي نديرو هنا غادي نرسمو واحد المستقيم دونك هاد النقطه هادي الثانيه غنرسمو واحد المستقيم اللي بيان سور خصو يخرج من هاد المركز هذا ويمشي حتى لديك النقطه اللي لقينا بحال هكا مثلا ياك دابا فينا هي الزاويه ديالنا حنايا بيطا فينا هي ماشي هنا لا هنا هذا هو لا نورمال ها هو لا نورمال اللي شفنا في الكور هو هذا لا نورمال خصو يكون عمودي على هاد لا سيرفاس هادي اللي كتفرق ما بين هاد لي دو ميليو الوغ الزاويه بيطا احسن نديرو بحال هكا ونجي هنا ونكتب بار اكزومبل بيطا ايغال 58.21 صافي هكا كندير دونك حنا رسمنا الزاويه وهاد الزاويه الفا لما يهضروا عليها هي هادي غير داروها هنا كبيره دونك هي هادي الوغ هنا ما نساوش ندير واحد السهم علاش قلنا هاد السهم باش نبينو بلي لو غيون في الاول راه جا من هنا عاد فات لهنا راه ماشي العكس هذا هو لو سونس ديالو دونك علاش حنا كنسميوها لو فينومين ديال ريفراكسيون كيسار لانه نورمالمون هاد لو غيون مين كان جاي هنايا فين كان غادي يمشي شوفوا يعني كما نقولوا لو تراجي الاصلي ديالو كيفاش كان غيكون داير لو كان ما وقعلوش انكسار دونك هنا نورمالمون كان خصو يكمل هكا عادي هاد الخط الاحمر اللي درتو انا لو كان ما كانش عندي لو فينومين دو ريفراكسيون كان غادي يكمل لو تراجي ديالو مع هاد الخط الاحمر يعني مستقيم عادي من هنا حتى لهنا ولكن بما انها وقعت لو ريفراكسيون لا نحاول نرسم فوقه باش يبان ها صافي دونك نورمالمون لا دروات كان خصو يمشي بحال هكذا يفوت لو كان عندي ان سول ميليو كان يكون عليه هاد الظاهره تاع الانكسار هذا هو لو تراجي ديالو المسار ديالو ولكن بما انه وقعت لي ظاهره الانكسار واحد شويه مال راه ما باش ان الخط غلط ولكن راه عندي واحد لا ديفيرونس ها هي واحد لونغل
دونك الفرق تاع الزاويه تاع لو كان ما كانش عندي انكسار ومين راه عندي انكسار، ما كيبانش هنا ولكن راه كاين فرق. الوغ نكملوا لي كيسيون. دونك انا كملنا لو تراجي. هنا مثلا كيعطيك واحد الطابلو في هاد لي زانديس دو ريفراكسيون ان وفي لي ماتيير، كيقول لك حدد ليها هي دوني ولا مونطري لا ناتور ديال لي ماتيير 1 اي 2. نروح نرجع نقارنوا غير ما بين الان. دونك عندنا ان 1 كيساوي 1، شكون هو اللي ان 1 عنده كيساوي 1 هو لير. دونك لا ماتيير الاولى ان 1 ولا كوريسبون ا لير، ولا ماتيير 2 عندها 1.33 على حسب هاد الطابلو هادو كوريسبون ا لو. دونك هادو هما لي دو ماتيير اللي عندنا. ولا جيستيفيكاسيون شنو هي انطلاقا من الان؟ يعني غادي نقول عندي ان 1 ايكال 1 ودابخي لو طابلو ان ديال لير ايكال 1، دونك لا ماتيير 1 كوريسبون ا لير. عاوتاني عندي اون ان 2 ايكال 1.33 ودابخي هاد لو طابلو هذا لا ماتيير اللي عندها لانديس دو ريفراكسيون ايكال 1.33 هي لو. يعني نقارنو غير ما بين لي ان هنا وهنايا، وهاد لي ان ديما كيكونوا دوني، يعني ما عمرنا غنحفظو ان ديال شي حاجه. الوغ غنشوفو تمارين وحده اخرى غير في نفس السياق هنايا. مثلا هذا هنا، الوغ هنا شوفوا شنو عطاونا. حتى هذا سي فينومين دو ريفراكسيون. هو شوفوا لو كان ما كانش عندنا ريفراكسيون دائما نكملوا هذا لو تراجي ديال لو غيون باش يبان لكم الفرق. دونك ها هو غيكون بحال هكا، هذا اللي بالاحمر يعني لو تراجي هنا راه بان لانه كاين فرق كبير ديال الزاويه. شوفوا لا ديستانس شحال، واش نرسمها باش لونغل. الوغ هنايا شنو عطاونا؟ عطاونا هذه الزاويه هذه ياك اي 3، قالك مثلا سماها اي 3 تساوي 27 دوغري، وهنا هاد الزاويه نورمالمون هنا ماشي هنا، هنايا هاد الزاويه هادي ها هي. الوغ هادي خصها ترجع هنايا. الوغ عطاونا اي 5 تساوي 55 دوغري، يعني عطاونا لونغل دانسيدونس تساوي 27 دوغري، وهنا راه كاين خطا ما خصهاش تكون هنا، راه كتكون هنا ولا دائما ما بين لا نورمال ها هو لا نورمال اللي هو هذا، وما بين يعني غتجي في هذا الخط ماشي هذا، ماشي لوريزونتال لا خصو يكون فيرتيكال. دونك هنا راه مغلطين، ماشي هنايا ماشي هنا، ها الزاويه فين خصها تكون. الوغ هاد الزاويه هادي سي اي 3 وهادي هي اي 5 ها هي. عطاونا هاد لونغل دو ريفراكسيون كتساوي 55 وعطاونا هادي تساوي 27. عطاوكم ما عطاوكمش هاد لانديس دو ريفراكسيون، ها هو سماه ان بريم. يعني ماشي ديما راه نسمي ان 1 ان 2، هي العلاقه بصفه عامه تاع دوزيام لو دو ريفراكسيون هي هادي ان 1 فوا سينوس اي 1 ايكال ان 2 فوا سينوس اي 2، ولكن شمال كيبدلوا الرموز، يعني نخدم الرموز اللي عطاني. باغ اكزومبل هنا اي 1 كيسماوها سماو اي 3، اي 2 سماوها اي 5، ان 1 سماو ان بريم، و ان 2 سماوها ان. دونك انا غادي نتبع داكشي اللي قالوا. الوغ هنا لا كيسيون غير نفسها، راني عاود تاني نجيو دابا للسؤال الثاني. هنا غنديروا غير لا لوا عادي، يعني ممكن ما نديروش بهاد الرموز، نديروا لا لوا اللي قريناها في الكور. ان 1 سينوس اي 1 ايكال ان 2 سينوس اي 2. الوغ هنا اللي غنجيو نستعملوا الرموز اللي عطاونا، هنا يعني هضروا لك على لا لوا بصفه عامه. الوغ هنا قال لك الكالكيول انديس دو ريفراكسيون ديال لو ميليو دو، يعني هذا تاع لو ميليو دو ماشي ان بريم نورمالمون سي ان. المهم هما بغاونا تاع لو ميليو ان نورمالمون ماشي ميليو دو، تاع ميليو ان لان هو اللي عنده ان بريم. دائما هذا اللي الفوق هو اللي كنسميو الوسط واحد على وسط الزوج. الوغ خصني نحسب هذا الان بريم، كي غادي نحسب انا الان بريم عادي غنستعمل هذا دوزيام لوا، غادي نكتبو بعدا بالطريقه ديالو. واش غادي يولي لي دوزيام لوا ديال ريفراكسيون؟ غادي يولي لي ان بريم فوا شنو هي سينوس اي 1، هي هذه هي سموها اي 3، انا نكتب اي 3 حسب من داكشي اللي عطاوني، ايكال ان فوا سينوس اي 5. ولكن انا راني عارف بلي هذه هي لونغل دانسيدونس وهذه هي لونغل دو ريفراكسيون، وهذا ان بريم هو لانديس دو ريفراكسيون تاع لو ميليو 1، وان هو لانديس دو ريفراكسيون ديال لو ميليو 2. الوغ بغاوني نحسب ان بريم كيما دائما، دونك العلاقه عادي يعني غير حساب عادي. غادي نخرج ان بريم، شنو هي ان بريم؟ غادي تساوي ان فوا سينوس اي 5 سور سينوس اي 3، وغادي نعوض. الوغ يبقى لي ان بريم ايكال، دونك انا ما عنديش شي زاويه يعني غنعوض عادي. شحال هي ان 1؟ قولي من نجيبو ان، ها هي ان عطاوها لكم. الوغ ها هي 1.2 ضروري يعطيكم وحده فوا اي 5. شحال هي اي 5؟ عطاوكم هنايا 55 دوغري، دونك فوا سينوس 55 ها هي على سينوس اي 3 اللي عطاكم على حساب الشيما عطاكم 27 دوغري. الوغ حتى هي راني حسبتها في كالكيلاتريس، دونك نورمالمون تعطيني هاد لا فالور هادي 2.16. صافي تحسبوها عادي عطاكم 2.16، هذا هو لانديس دو ريفراكسيون اللي كيقلبوا عليه. الوغ نمشي للسؤال اللي مورا، قلت نومي لي زونغل، دونك راه باينه هنايا بالنسبه للنوموكلاتور. عندنا اي 3 كي كتسمى هادي اونغل دانسيدونس، يعني زاويه الورود بالعربيه. دائما لونغل اللي كتكون ما بين هاد لو غايون اللي كيدخل ما بين هاد لا نورمال كتسمى اونغل دانسيدونس. الوغ كيبقى لنا غير هادي،
هذه الا كانت بحال هكذا ريفراكسيون راه كتسمى اونغل دو ريفراكسيون، الا كانت هنا بحال الفينومين تاع الريفليكسيون كتسمى اونغل دو ريفليكسيون. هنا ما عندناش ريفليكسيون، عندنا غير ريفراكسيون، دونك كتسمى هذه اونغل دو ريفراكسيون، يعني زاويه الانكسار. الوغ جي هنا الاخر سؤال، قال لك دابري لو طابلو سي دوسو عاوتاني مونطري لا ناتور دي ماتيغ، دونك نفس الشيء ديال قبيله، عندنا واحد الان تساوي 1.2 اللي عطاوها لنا هما. الوغ نقلبوا شكون هو اللي عنده 1.2، هاد لا ماتير هادي بيرفليورو اكزان، دونك هادي اللي عندها 1.2، واللي حسبناها حنا 2.16 نجيو نقلبوا غادي نلقاوها هنايا عند زيركون. دونك عندنا دو ماتيغ اللي هما هادو، دونك هادي سي لا ماتيغ نيميرو 2 مثلا، هي اللي عندها لا هادي سي لا ماتيغ نيميرو 1، هادي هي اللي حسبنا لها حنا الان بخيم، الا سمينا هذا يعني الميليو 1 راه هي لا ماتيغ نيميرو 1، وهادي لا ماتيير ديال لو ميليو نيميرو 2 1.2 اللي عطاوها لنا هي ان. صافي الوغ دائما كنقارنوا غير لا ان. هنا غادي نزيدو نخدمو اخر تمرين على حسب يعني لي كيسيون اللي كيكونوا. بحال في الاول خدمنا كنا حسبنا هنايا، كنا حسبنا بيتا التمرين الاول، حسبنا بيتا يعني لونغل دانسيدونس. فهاد التمرين هذا حسبنا ان واحد لانديس دو ريفراكسيون، وفهاد التمرين هذا تقريبا بحال التمرين الاول، لانه حتى هنا غادي نحسبوا واحد الزاويه شنو هي، ماشي لونغل دانسيدونس، لونغل دو ريفراكسيون. فبغيت ندير لكم هذا باش تكونوا عارفين كل شيء. الوغ بالنسبه لا دوزيام لو، دونك هنا غير الكاستيون كنعاودها، عطاونا جوج ديال ان تاع لو ميليو 1 هذا عطاو لكم كتساوي واحد، وديال لو ميليو دو 1.5، دونك راه عندنا لير وعندنا لو فير. حسب الطابلو ها هي، اللي عنده 1 هو لير واللي عنده 1.5 هو لو فير الزاج. الوغ لا كيسيون هنا راه باينه شنو غادي تكون، حيت عطاونا ان ان، عطاونا ان دو، عطاونا اي ان، لقاتنا غير اي دو لونغل دو ريفراكسيون، غايقول لك حسبها. كي غنديرو نحسبوها كتبو دائما لا دوزيام لونغل دو ريفراكسيون، دونك هنا ولا نعاودو له هنا راه غير نفسو، هنا ما عطاوناش شي رموز لي جديده. دونك عندنا ان ان فوا سينوس اي ان ايكال ان دو فوا سينوس اي دو، وغادي نجيو نخرجو اي دو. كيما قلت لكم قبيله ما عمرنا نقدروا نخرجو ديريكتومون الزاويه اي دو، ضروري غادي يعني نتمشى سوا بالسين ولا كوس ولا طونجونت. انا هنا عندي سين، حتى كنخرج سين ولا كوس ولا طونجونت عاد كنفوت للزاويه. الوغ شنو هي سينيس اي دو؟ دونك دائما هذا اللي كيكون مضروب، حنا مثلا شنو بغينا؟ بغينا هادي سينيس اي دو. الوغ هذا اللي كيكون مضروب فيها كيرجع هنا للمقام، ولا كان شي حاجه نقسم عليها انا ما عندناش، عندنا واحد كيرجع مضروب. دونك دائما الفي كيرجع قسمه، والقسمه انا ما عنديش كترجع في. دونك شنو غادي تولي لي؟ غتولي لي هي ان ا فوا سينوس اي ا سور ان دو، وغنطبق بالارقام اللي عندي، ندير ابليكاسيون نيميريك هنايا، غيبقى لي سينوس اي 2 كتساوي شنو هي ان ا؟ ها هي دونك هي واحد. الوغ عندي واحد فوا سينوس ان ا اولا اي ان اللي عطوني هما 30 على ان 2 اللي هي 1.5، وحتى هذه راني حسبتها عطاتني واه عطاتني 0.33، هذه بعدا غتحسبوها كما وريت لكم قبيله، تعطيكم 0.33. الوغ شنو هي 0.33؟ راه هي سينوس اي 2. الوغ الا بغيت انا اي 2 شنو كندير؟ كما قلت لكم قبيله شنو هي الزاويه اي 2؟ هي سينوس موانزا، بحال عندكم اس ناقص واحد، هاد القيمه هادي اللي لقيتو ديروها بين قوسين، حتى هادشي ديروه في كالكيلاتريس وتعطيكم القيمه تاع الزاويه اللي بغيتو. الوغ انا حسبتها عطاتني 19 تقريبا .27 دوغري. صافي هذه هي الزاويه اي 2، يعني لونغل دو ريفراكسيون اي 2 رانا حسبناها. لو تراجي عاوتاني، دونك خصني نرسم ونشوف. الوغ حتى هنا راه عندي دائما ريفراكسيون، دونك خصني نرسم شحال لقينا حنا في الزاويه 19.27. قلنا دائما الزاويه غتكون ما بين هاد لا نورمال وغادي تكون هنا، دونك غادي نشوف انايا شحال غادي تجيني. دونك ما تنساوش دائما هاد الوسط ديال المنقله يجي هنا، ماشي هنا، ماشي هكا، هكا، حيت انا غادي نرسم هنا ما نرسمش هنايا. دونك هنا هكا باش تشوفوا، دونك عندي المنتصف ديال الدائره ولا ديال المنقله هنايا. الوغ شحال لقينا؟ 19.20، دونك ها هو الزيرو، ها 10، ها 20، الوغ 19 غادي تكون تقريبا هنا، هنا تقريبا هكا، المهم قبل 20 بواحد الشرطه وصافي. دونك هنا درت هنا واحد النقطه. الوغ هنا غادي نحاول نربط ما بين هاد النقطه هادي اللي درتها هي تقريبا هنايا، وما بين المركز هنا هاك، غير بالتقريب وصافي، ما نطولوهاش غير هكا غير هنا، بصح ماشي مشكل يعني نقدروا من بعد. المهم ما يهمناش حنا الزاويه راه شحال ما طولتو الخط ما كتبدلش، الزاويه ما عندها حتى علاقه بالخط، نطولو شحال ما بغينا غير على حسب الشكل وصافي. الوغ هنا فين هي الزاويه ايدو؟ هي هادي دائما قلنا ما بين لا نورمال وما بين هاد لوغيون اللي رسمنا. دونك هذا هو اللي كيتسمى لوغيون ريفراكتي، هذا سي لوغيون انسيدون. دونك هنا غادي نسميوها ايدو، مابقاليش البلاصه فين نكتب، غندير غير هنا حداها شحال لقينا، ماشي ضروري بيان سيغ نكتبوها في الشكل،
يعني ماشي ضروري نكتبوا القيمه ديالها العدديه، ولكن من الاحسن نديروا بعدا بلي هذه سي اي 2 ونمثلوا هذا الخط هذا. حاول ما تفوتوش هذا هنايا الوغ 27 دوغري. دونك هاد لوغيون اللي رسمناه هنايا درنا له السهم دائما باش نعرفوا بلي المنحه ديالو هو هذا. الوغ هذا قلنا كنسميوه على حساب الكرسي لوغيون ريفراكتي، قلنا يعني الشعاع المنكسر، وهذا اللي كيدخل كيتسمى دائما لوغيون انسيدون. الوغ هادشي اللي كاين ديسينينا عارفين الا السؤال نفسه راه ديجا جاوبنا عليه قبيله ديال ليغ وديال لوفا. دابا غادي نشوفوا اخر يعني التمارين اللي كيكون فيها على حساب نشوفوا واحد ديال الريفراكسيون واحد ديال الريفليكسيون. الوغ مثلا عندنا هذا نحاول نخدموا واحد جوج تمارين تقريبا غير بحال داك التمرين اللي قبل، وكنستعملوا فيهم واحد القاعده اللي كنت قلت لكم عليها في الدرس. شنو هي؟ هي هذه نتفكروها، هي هذه ياك. الوغ حنا كنعرفوا بلي عندنا واحد لونغ دانسيدونس من قبيله، حنا كنقولوا بلي عندنا واحد لونغ دانسيدونس، هذه كتسمى دائما لونغ دانسيدونس. الوغ الا كان عندي الشكل هنا هاد الزاويه هنا كتسمى اونغل دو ريفراكسيون تاع الانكسار، الا كان بحال هكذا لوغيون هاد الزاويه هنا كنسميها اونغل دو ريفليكسيون. هادشي اللي شفنا في الكور. الوغ حنا شي مرات كيقول لك في السؤال كالكولي لونغل دانسيدونس ماكسيمال، وشرحتها لكم قبل قلنا ما معنى هاد لونغل دانسيدونس ماكسيمال، يعني هنايا ما خصش يعني من نجي نحسب دائما هاد لونغل دانسيدونس ماكسيمال اللي خصها نورمالمون تكون هنا، هي الزاويه زاويه الورود القصويه اللي فيها ما خصش الشعاع يعني الا بغينا نسميو لوغيون ريفراكتي ما خصوش يفوت هاد لوريزونطال هذا، حيت الا فات هاد لوريزونطال هذا شنو غادي يصدق عندي؟ غادي يصدق هنا ولا يصدق هنا تسمى لي ريفليكسيون. دونك الماكسيموم يعني لونغل دانسيدونس ماكسيمال مع ما كتمشي، ولا يعني شنو هي الزاويه اللي كتناسبها ديال الريفراكسيون؟ خصها تكون تساوي 90 دوغري. الا فات لونغل دو ريفراكسيون 90 دوغري غيطلع هنا، ما تبقاش تسمى ريفراكسيون تولي ريفليكسيون. ما حد هاد لونغل هادي ديال دو ريفراكسيون راه قل من 90 دوغري، كنقول 90 دوغري كنهضر على هاد الزاويه هنا. دونك ما حد لوغيون راه قل يعني هاد الزاويه راه قل، الوغ راه عندي ريفراكسيون. دونك كيفاش كنخدموا هادشي؟ الوغ مثلا هنا السؤال شنو كيقول لك؟ قال لك كالكولي لا فالور دو لونغل دانسيدونس ماكسيمال. بغينا نحسبوا ماشي هاد الزاويه، هادي نساوها هادي، زعما هادي مازال قال لك حسب لي لونغل دانسيدونس ماكسيمال، يعني واحد الزاويه ديال لانسيدونس اللي خصها تكون قصويه هنايا ديال هاد دي ميليو. عطانا جوج تاع لي ميليو اللي هما الكليسير والاولو، وهاد لي دو ميليو راه عندكم هنا ديجا في الطابلو، يعني ديجا راه عارفين ديجا عارفين لي زانديس دو ريفراكسيون ديالهم. الوغ كيفاش كنجيو نديرو؟ حنا بعد القاعده شنو كتقولنا؟ كتقولنا الا كانت الاي ا حيت من بعد كيعطونا واحد الزاويه بحال هذه مثلا، الا كانت صغر من اي ماكس راه عندي ريفراكسيون، ولا كانت كبر من اي ماكس راه عندي ريفليكسيون. شوفوا دابا بعدا كنبداو نحسبوا اي ماكس ونرجعوا لهادي. كي كنديروا نحسبوا اي ماكس غادي نطبقوا لا دوزيام لو دو ريفراكسيون عادي، ولكن غادي يتبدلوا لنا جوج حوايج حتى هما. شنو غادي يقولنا هنا لا لوا؟ غادي يقولنا بلي ان ا فوا سينوس اي ماكس ايغال ان 2 فوا سينوس 80 دوغري 90 درجه. وني شرحت لكم علاش 90، يعني الاي ماكس ديالها كتمشي مع هادي مع 90. كانت قل من اي ماكس بمعنى لونغل دو ريفراكسيون قل من 90 راه عندك ريفراكسيون. كانت الزاويه ديالك كبر من اي ماكس يعني لونغل دو ريفراكسيون تاعي غتكون كبر من 90 درجه، دوك غتخرج لهنايا. الوغ الا خرجت لهنا غتسمى لي ريفراكسيون. الوغ شنو غادي نجي ندير؟ نحسب اي ماكس. شحال هي اي ماكس؟ كما دائما غادي نخرج اي ماكس. الوغ هي ان 2 فوا سينوس 90 على ان 1، وغادي نعوض بلي فالور اللي عندي. دونك ان 2 ديال لو غتكون هي 1.33 على ان 1 ديال هاد الكليسيرول. الوغ عندي هنايا ها هي 1.47، دونك غادي نكتبوها هنايا. الوغ هنا عندي سينوس 90، سينوس 90 دائما راه كتساوي واحد، يعني ما غاديش تبقى نديرو اف 1 ولكن دائما كتساوي واحد. الوغ ديما شوف ديما فاش كيطلب منك لونغل دانسيدونس ماكسيمال كتاخد لونغل دو ريفراكسيون تساوي 90 درجة دائما هادشي دائما. الوغ هنا غادي نحسبو، غادي نلقاو بلي اي ماكس دونك غادي نقسمو عادي نقسمو غير 1.33 على 1.47، غنديرها في كالكيلاتريس 1.33 على 1.47 وهاهي. الوغ هنا مثلا خرجت لي 0.9 ولا قولو 0.9 تقريبا، لأن كاين موراها صفر دونك خليوها 0.9. الوغ هادي
ماشي اي ماكس هنا لا سينوس اي ماكس هذه اللي حسبناها واش حتى هي سينوس اي ماكس دونك الا بغيت انا اي ماكس شنو غادي ندير كيما قبيله دونك الا بغيت اي ماكس هي سين موانزا هذه القيمه هذه ديال 0.9 وغادي نحسبها الوغ الا درت سينوس موانزا دائما كالكولاتريس تطاو في شيفت ونديرو سينوس ويحنا القوس غادي نكتبو 0.9 ونبلعو ويعطينا هنايا تقريبا 64.16 دوغري الوغ هاد 64.16 دوغري هي اي ماكس لي بغاو صافي دائما هادي هي الطريقة الا بغيت اي ماكس كندير لونغل دو ريفراكسيون تساوي 90 الوغ حسبناها نمشيو للسؤال اللي موراه كيقولك لو ريون دانسيدونس اغيف باغ ان لونغل دانسيدونس تساوي اي هادشي اللي قلتلكم ها هي عطاكم واحد لونغل دانسيدونس جديدة اللي قالكم كتساوي 46 دوغري ياك السؤال الاول غادي يقولك كو سو باستيل ا سو ريون جوستيفي قالك عندنا واحد لو ريون انسيدون دخل بهاد الزاويه ديال 46 دوغري شنو غيوقع له ما معنى كو سو باستيل يعني واش غتوقع له ريفراكسيون غينزل بحال هكذا اولا غتوقع له ريفلكسيون غيطلع هنا هذا هو المعنى ديالها اسكيل فا سوبر اون ريفلكسيون ولا ان ريفراكسيون دائما بيان سور خصني جوستيفي الوغ شنو كنديرو في هاد الحاله كنجيبو هاد لا فالور ديال اكس ماكس اللي لقينا وكنقارنوها مع هاد لا فالور ديال لونغل دانسيدونس اللي عطاونا الوغ الا كانت هاد لونغل دانسيدونس اللي عطاونا قل من اي ماكس بحال هاد الحاله ديالنا شنو غيتوقع لنا توقع لنا ريفراكسيون هادي اللي هضرنا عليها قبيله الا كانت هذيك لونغل دانسيدونس اللي عطاونا كبر من اكس ماكس اللي حسبنا غتوقع لنا ريفليكسيون دونك فهاد الحاله شنو غادي نجي نقول في الجواب يعني قبل ما نرسمو غادي نقولوا اون اي ان اللي عطاونا هما شحال تساوي نكتبوا لا فالور ديالها عطاونا 46 ها هي الوغ اي ان ايغال 46 دوغري كي دايره اصغر من اي ماكس اللي لقيناها ايغال 64.16 ها هي دونك بما انها صغيره شنو غادي نقولوا دونك لو غيون va subir غادي يوقع له va subir une شنو غيوقع له هنايا une réfraction صافي قلنا دائما الا كانت صغيره توقع له une réfraction هذا هو هذه هي لا جوستيفيكاسيون الوغ دابا باش نرسم لان السؤال اللي مرا كيقول ديسيني لو تراجين تاع هاد لو غيون سور لو شيما الوغ انا بغيت نرسم لو غيون دابا عرفنا غيوقع له ريفراكسيون الا وقعت له ريفراكسيون شنو المعنى ديالها يعني غادي ينزل هنا واخا ولكن باش غادي ينزل بشحال الزاويه ما غنزلوش كما بغينا الوغ هنا حنا كي كنديرو نعرفو قبيلا شفنا التمارين اللي قبل مين نبغي نحسب هاد الزاويه شنو غادي ندير دائما عندي لا سول لوا اللي عندي هو هذا دوزيام لوا دو ريفراكسيون ماشي اي ماكس و 90 درجه بغيت نحسب لوا عادي كيما موالفين وشنو غادي نجي ندير انا عندي اي ان ها هي عطاوهاني 46 ان او ان دو عطاوهمني راهم عندي ديجا في الطابلو ديجا خدمت بهم هنايا هما هادو وغادي نحسب اي دو يعني عندي ان سول انكوني اللي هو اي دو غادي نخدم لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون اللي ديجا كنعرفوه دونك شنو غادي نقولو بلي دابخي لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون وغادي نحسب هنا راه ما عنديش انا البلاصه بزاف غادي نرجع هنايا نروح نحسبها غير هنايا راه شنو هو دوزيام لو دو ريفراكسيون نخدم عادي ما كاينش دابا اي ماكس 90 درجه كملنا منهم حنايا هادي كنخدموها غير ملي يطلبوا منا لونغل دانسيدونس ماكسيمال اما في الحساب العادي كما كنا كنخدموا قبيله يعني غادي يبقى لي لا دوزيام لو عادي ان ان فوا سينوس اي ان كتساوي شنو ان دو فوا سينوس اي دو شنو غادي نخرج غادي نخرج الزاويه اي دو لان اي دو هي اللي غتكون هنا باش تمكنني انا نرسم هاد لو ريون غادي نخرج شنو هي سينوس اي دو الوغ هنا غتجيني هي ان ا فوا سين اي ا على ان دو هكا عادي وغادي نعوض الوغ اون فوا غادي نعوض غتخرج لي واحد القيمه هنايا ديال سينوس اي دو شوف واش حسبتها هنايا دونك عندي واحد 47 ماشي مشكل المهم غتعطيني شي حاجه ياك غادي نزيدو باش ما يجي الفيديو طويل غادي نزيدو عندنا سينيس ايدو تساوي شي حاجه غادي في كالكولاتريس خصني نحسب انا ايدو انا ما عندي ما ندير سينيس ايدو شنو غادي ندير غادي نديرها كيما وريتكم قبيله سينوس موانزا هاد القيمه اللي خرجت لي هنا يعني من بعد ما قسمت هادي على هادي مضروبه في هادي هذا جدرناها الوغ شحال لقيتها هي هاد القيمه هادي هي 52.18 صافي ها يعني حسبت ايدو بالطريقه اللي وريتكم وغادي نلقى هاد القيمه صافي دابا غادي نرسم كيما كنت نرسم قبيله التمرين اللي قبل الوغ شنو غادي نجي ندير دائما غنرسم في هاد الجهه هادي دونك دائما هاد الزاويه هادي تجي هنا وغادي نرسم شحال قلنا لقينا 52 فين هي ها هي 52.18 تقريبا الوغ ها الزيرو ها لا نورمال 52 غنطلعو بحال هكذا عندي زيرو 10 20 30 40 50 دونك هادي 55 52 تقريبا هنايا دونك تقريبا هنا الوغ غادي نجي وغادي نرسم واحد لو ريون اللي كيفوت من هاد النقطه هادي ودائما خصو يفوت لي من هنايا بحال هكا الوغ فين هي الزاويه ايدو هي هادي
هذه هي اي 2 اللي حسبناها عاد دابا صافي. الوغ لو كان ما وقعش انكسار نعاود ثاني غتبانو ما كاينش فرق كبير. وكان ما كانش وقعتنا لا غير فراكسيون هادي كان هاد لو ريون هذا غادي يجي تقريبا بحال هكا. الوغ الفرق ديال الزاويه بيناتهم هو هذا هنايا هو هذا كيما قبيله. علاش هنايا ما كاينش الفرق؟ لانه شوف الزاويه 46 وحنا لقينا 52 الزاويه قاربين ما كاينش شي فرق بيناتهم كبير. بحال قبيله كان بان الفرق في واحد التمرين كان بان الفرق لانه كان الفرق ما بين الزاويه كبير صافي. دونك حنا كملنا هاد التمرين. دابا هنايا شنو لقينا؟ لقينا غير فراكسيون. غادي نمشيو لدابا لتمرين واحد اخر اللي بحالو ولكن غادي نلقاو غير فلكسيون. مثلا هذا نخدمو مثلا هذا راه بحالو نفس الطريقه. الوغ ها هما عطاكم هنا واحد الشكل عطاكم جوج تاع لي ميليو ياك. وهاد هاد جوج تاع لي ميليو تقدر هنا تكون عندي يعني هذا يقدر يكون ان ميغواغ توقع لي غفلاكسيون يقدر يكون عندي يعني دو ميليو ديفيرون توقع لي غفراكسيون انا مازال ما عارفش. المهم انا نشوف الحساب داكشي اللي غيعطيني الحساب ديالي. الوغ السؤال الاول كيما السؤال اللي قبل تشوف لا فالور دو لونغل دانسيدونس ماكسيمال كاركتيريستيك ديال هاد دو ميليو شنو غادي نجيو نديرو. قلنا ملي كنبغيو نقلبو على لونغل دانسيدونس ماكسيمال لا لوا دو لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون كيولي تكتب على هاد الشكل اي ماكس ايغال ان 2 فوا سينوس 90 درجه. الوغ شنو غادي نديرو؟ حنا باغيين نخرجو لونغل دانسيدونس ماكسيمال بمعنى غادي نخرج سينوس اي ماكس. الوغ شنو هي سينوس اي ماكس؟ هي ان 2 سور ان 1 مضروبه في سينوس 90. قلنا دائما سينوس 90 كتساوي واحد دونك غتبقى لنا ان 2 على ان 1. شنو هو ان 2؟ هو نتاع لو ميليو دو اللي هو هذا لو بيغيكس. غنرجع للطابلو اللي قبل ودجا راني دايره لي ميليو اللي نحتاجوهم كاع مجموعين في هذا الطابلو. هذا 147 الوغ عندي هنايا 147 مقسوم على ان ا. ان ا هو الميليو هذا ديال لو فيغ بلا ميليو 1 على حساب الطابلو. عندي لانديز دو ريفراكسيون ديالو كيساوي 1.52 الوغ غادي نقسمو على 1.52 وقلنا سينوس 90 فوا كتساوي دائما واحد. الوغ غادي نخرج في كالكولاتريس شحال كتساوي سينوس اي ماكس. عطاتني واحد لا فالور المهم عطاتني شي فالور هنايا صافي. الوغ غادي ندير سينوس موان هاد القيمه هادي غتعطيني هادي اللي كتهمني انا هي هادي. الوغ ها هي حسبنا اي ماكس عطاتنا 75.93 دوغري صافي. جاوبنا على السؤال الاول كملنا. نمشيو للسؤال اللي مورا. قال لكم واحد لوغيون دانسيدونس اغيف باغ ان اونغل دانسيدونس ايغال ا اي ان هي كتساوي 80 دوغري. ها هو كوم انديك لا فيغور سيكون. السؤال الاول دائما كسو باستيل اسوريون بمعنى غادي نقارن ما بين هاد اي ان اللي عطاوني وما بين الاي ماكس اللي لقيت انا هادي. الا كانت هاد الاي ان اللي عطاوني صغر من الاي ماكس عندي غير فراكسيون كما الحاله اللي شفنا قبل. الا كانت هاد الاي ان هادي كبر من هاد الاي ماكس اللي لقيت غتكون عندي غير فلكسيون. الو غادي نقارن راه باين دوك هما عطاوني 80 وانا لقيت 75 دوك واش غادي نجي نقول؟ غادي نقول بلي اون اي ان اللي كتساوي 80 دوغري ياك كبر من اي ماكس اللي حسبت انايا ولقيتها تساوي تقريبا 75.93 دوغري. دونك بما ان هاد اي ان اللي عطاوني كبيره شنو غادي نقول؟ العكس ديال قبيله. دونك هنايا لو غيون ديالنا فوا سوبيغ اون ريفليكسيون يعني انعكاس. الوغ غادي نديرلكم هنا جوج ديال الحالات. هادي كانت غير فراكسيون هادي غير فليكسيون. السؤال اللي مورها غادي يقولك ديسيني لو تراجي دو سوغيون. لو تراجي دابا واش لو غيون ديالنا غادي يجي هنا؟ لا مايمكنش. عندي اون ريفليكسيون انعكاس يعني هادي في هاد الحالة شنا هي هادي؟ هادي سيت ان ميغواغ بلون. في هاد الحالة هادي عندي هنا ان ميغواغ بلون. دونك حنا كنعرفو شنو كيوقع لو غيون فاش كيجي ان ميغواغ بلون كيجي هنايا كينعكس ولكن ينعكس بواحد الزاويه معينه ماشي غينعكس كما بغينا نديرولو. الوغ شنو هو لا دوزيام لوا دو ريفليكسيون؟ ماشي بحال غيفراكسيون. غيفراكسيون كاين هاد العلاقه كتكون عندك هنا اي ان اي دو. ريفليكسيون ساهل. الريفليكسيون شنو كيقول لك؟ كيقول لك بلي لونغل دانسيدونس ايغال لونغل دو ريفليكسيون متساويين ما كاين لا ان ا لا والو حيت عندي غير ميليو واحد وعندي ميغواغ بلون. هذا سي لو ميم ميليو هنايا ما تبدلش. ها هو ها هو لوغيون غيجي هنا غينعكس هنا يعني في لو ميم ميليو ما غيجيش هنا. دونك الا كان عندي ان سول ميليو ما كنهضرش على ان او ان يعني ان او ان دو هادو كنهضر عليهم اللي يكون عندي ميليو ديفيرون. الوغ هنا دابخي لا دوزيام لوا ديال من دابا ماشي دو ريفراكسيون دابا عندي ريفليكسيون. دونك غادي نقول دابخي لا دوزيام لوا دو لا ريفليكسيون شنو كيقول لي هاد لا دوزيام لوا دو لا ريفليكسيون؟ كيقول لي بلي لونغل اي ايغال لونغل ار يعني لونغل دانسيدونس ايغال لونغل دو ريفليكسيون شحال كتساوي؟ اين اونغل حنا كنهضرو عليها اللي عطاوها لنا هما هادي 80 دوغري. دونك اي ايغال ار ايغال 80 دوغري بمعنى شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي هنا نرسم واحد لو غيون
لي لونغ اللي ما بين هاد لوغيون اللي غنرسمو ما بين لا نورمال ديالي شحال غادي تكون تساوي لونغ لانسيدونس اللي عطاوني هنايا 80 دوغري. دونك بنفس الطريقه غادي نجي هنا ندير هكا وغنرسم. دونك تقريبا غادي نقلب على شحال قلنا 80. دونك ها هي 80 جينا هنا ها هي هاد النقطه هادي هادي. دونك غادي نرسم واحد المستقيم اللي كيمر من هاد النقطه ومن هنايا فين كيتقطعوا لي كيتقطع لي لا نورمال مع لو ميغوار فلون هكا تقريبا. الوغ فين هي الزاويه فينا كي كتعندنا الزاويه ماشي هنا لا كتكون قلنا ما بين لا نورمال وما بين لو غيون سواء كان ريفراكتي ولا كان ريفليشي المهم كتكون ما بين هاد لي دو غيون. الوغ هادي اللي درتها هنا هادي هي اي هادي سي لونغل اي لونغل دانسيدونس وهادي اللي سميتها انا هنايا سي لونغل ار حتى هي قلنا كتساوي 80 دوغري على حساب الدوزيام لوا دو ريفليكسيون. دونك تقريبا هادو هما التمارين اللي كيتحطوا في هاد الدرس هذا وحتى الدرس اللي شفنا قبل ديال الميغوار بلون كيكون تقريبا فيه غير رسم بحال هكا.